نجاتيش. لا استني بقى لما نصبح ونمسي الاول بقى، عشان كل مره يصبح ومسي. ويمسي واحنا قاعدين كده ما بنتكلمش. احلى صباح واحلى مساء على ميكو. على ميكو، شفتي؟ ميكو ميكو. وبعدين يرجع يقول احلى صباح واحلى مساء على الناس بتوع صباح ومساء. انا في الحلقه اللي فاتت الفايته وتمشي بالميكو، هنقول صباح ومساء لما حد يتذكر اسامي الناس. على الناس بتوع مساء، صباح ومساء بس. هو محضر اكله اليوم، مش عارفين، تقريبا اسمها زلابيا، زلابيه البطاطس. انت بتتاكل ولا بتشرب؟ كوبيتي ايه؟ طب هو يقولها لنا؟ كوبيتكا، كوبيتكا اي ثينك، يعني كوبيتكا. نشوف. احلى صباح واحلى مساء للناس بتوع صباح ومساء من التيم بتاع اوكولات ميكو في لندن، التيم بتاع صباح ومساء في قناه الغد العربي في القاهره. اخباركم ايه؟ يا رب تكون كله تمام وتسمعوا الحاجات اللي انا كل شويه عمال بوريها لكم دي، وتشربوا عصاير وتفوقوا كده. بس النهارده جايب لكم واحده صاحبتي كانت بتجرب فيا. جربت فيا ايه؟ جربت فيا حاجه اسمها دامبلينز بولنديه. قالت لي تعالى هطبخ لك وبتاع، وهي اول مره تعملها. وتجرب في مين؟ تجرب في اخوكم ميكو. اشوفكم بعدين. What are we doing? We making kopitka. Okay. Which is sort of dumplings based on potatoes. I ask you to do it, please. Of course. Yeah, just one by one. One by one. Can I put two together? I don't know, maybe. Okay. But don't worry, it's easy. Okay, so we have mashed potatoes. Okay. Very, very. I'm just gonna put them on the side. One glass of flour. Two spoons of, this is potato flour. Yeah. One egg. And voila. And now we need to make it like a nice عجينة. Would you like to? أعمل عجينة. Try. Are you hot about? No, it's okay. Go on. I know you want We're to. We're big, and you know. You're gonna be very happy to do it. And I'm sure you're gonna be great. We even won't have to Okay, no. Yeah. Mm-hmm. Looking good. I hope so. راحت تجيب راحت تقرا بتتحامل ازاي؟ You're not supposed to show that. Yeah, of course. I was just making sure that I didn't forget anything. جايبه الطريقه اهي بتاع جدتها. هو كل واحده yes. جدتها تبعت ريسبي تجرب حاجه. Yeah, this is my cooking book. I just wanted to make sure that all the ingredients were included into my mixture, so nothing is missing, as I've learned how to make them only this morning from my grandma over the phone. Okay, so I'm just gonna put a bit of flour on the table. Okay, and then we're gonna take, I don't know, I believe maybe that much, and we're gonna roll. Okay. Like the look, yeah? Yeah. I believe it's similar. Mm-hmm. The recipe. Yeah. And then we just cut. Do you wanna give it a go? Yeah. Listen, أيام زمان لما كنت أنا شيف بقى على أيام زمان. Yes, I know. I get it like this. Yeah, you take. And you can maybe roll a bit in your hands first. Or? Okay. Ah, oh, I'm too bad and stuff like this. لما العجينه بتلزق في السكينه بدل ما تلزق احطها في شويه دقيق عشان ايه تسهل الموضوع اكتر. يعني انا ممكن لو في ايدي فيها شويه عجينه اغسلها بالدقيق دلوقتي. يا ممكن احط ايه؟ يا جو فور زي اللوك كده. وان باي وان سو دي دونت جيت ستاك ستيك تو ايتش اذر. بنحط واحده واحده عشان ما يلزقوش بعض. وي اكشلي كود ايفن بوت مور اوليف اويل. So let's don't worry, we'll get to give it taste a little bit and then when you leave it. And then we're gonna try. Don't trust anyone. We'll see. Alright. It'll be good. Yeah, I'm sure. Don't you worry. I'm not worried. If it don't taste nice, I'm not gonna continue. Well, the reason why I didn't mention
from the beginning that I've never tried to make those dishes before was, well, I did want to just surprise you guys and myself, I guess, as well. So, yeah, it was just a nice flow for everyone. Kopetka. Very nice. Yeah. No, no. No. انا فعلا عجباني جدا والله طريقه جدا يعني وحلوه لان انا النكته دايما بتبقى تقيله عليا. I'll give you 10 out of 10. فظيعه موتتني من الضحك رغم انها كانت بتجرب فيها وبس الاكل كان طعمه حلو جت معاها زي ما بتيجي معايا وممكن تيجي معاكم انتوا كمان. واقول لكم تعالوا انتوا معانا على الغد العربي نشوف اكلات ميكو توقيت جرينتش 9:30 الصبح و9 بالليل اشوفكم بعدين. فقرات حلوه اليوم و مالك فظيعه كله ما عاد في شيء. خلصنا حلقتنا اليوم تكلمنا في المونديال وخلفياته وكواليسه ومن سيتاهل ومن سيتوقع ان يؤهل. تكلمنا على قصه العنف عند الاطفال كثير مواضيع جدا اليوم كانت ممتعه وختمناها باكله حلوه بس مش لازم يعني مش لازم نعرف اسمها كل يوم احنا بالضبط زي ما نفس الطريقه اللي عملوها ونعملها وخلاص بالضبط كده المهم نطلع فظيعه في الاخر. شكرا للمشاهدين شكرا لكم.